وللحديث أكثر عن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق المشاركة في معاهدة الحد من انتشار الرؤوس النووية مع أمريكا وتداعيات ذلك أيضا، ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجيع. أي أهلا بكم سيد ديمتري. مساء النور. أهلا بك سيد ديمتري. بعد أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق المشاركة في معاهدة الحد من انتشار الرؤوس النووية مع أمريكا، كيف يعني سيؤثر ذلك على العلاقات المتوترة أصلا مع الولايات المتحدة؟ نعم، بكل تأكيد خطوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تحدث عنها في خطابه الموجه لمجلس الدوما الروسي وللسياسيين الروس وللشعب الروسي عن تعليق روسيا العمل بمعاهدة نيو ستارت والتي هدفها الأساسي كان الحد من انتشار الأسلحة وأيضا وقف يعني التصعيد وعدم ذهاب انزلاق روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سباق التسلح. الآن واضح بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذهب بهذا التوجه كرسالة للولايات المتحدة الأمريكية. روسيا لم يعني تخرج من الاتفاقية ولكن توقفت العمل في هذه الاتفاقية وتجمدت الاتفاقية في لوقت معين. واضح بأن بوتين كما قلت بهذه الخطوة يحاول إرسال رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي أيضا في نفس اليوم كان لديه خطاب في بولندا والذي وجه رسالة للشعب الروسي وأيضا تحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في دعم أوكرانيا. إذا يعني هذا الانزلاق والتغيير موقف روسيا جاء بعد التغييرات التي حدثت بسبب الصراع الروسي الأوكراني أو ما يسميها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير 2022. واضح بأن بوتين يعني الآن يغير من توجه روسيا من التحاول أو التحالف مع الدول الغربية، ونعرف بأن روسيا من حقبة بوريس يلسن في التسعينات أبرمت الكثير من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وفي كثير من المجالات مع دول الاتحاد الأوروبي وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية كانت تستثمر في الداخل الروسي، هناك كانت كثير من الاستثمارات في عام 2020 للولايات المتحدة الأمريكية في القطاعات الاقتصادية في روسيا. الآن يعني بوتين بدأ في توجه جديد نحو الشرق، هنا تحدث عن الشرق الأوسط وآسيا وآسيا الوسطى، الدول التي يعتبرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقة لروسيا والتي لم تتخذ موقفا عدائيا تجاه روسيا. واضح بأن كما قلت الآن هذا التوجه الجديد لروسيا هو يمكن أن يسبب سباق في للتسلح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كما كان في زمن الاتحاد السوفيتي أو في حرب الباردة في كوبا. كان واضح بأن الآن يعني موقف أو توجه الذي بدأه يتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السياسات الخارجية أو حتى من السياسة الداخلية بدءاً من التعديل الدستوري عام 2020 عندما أضاف طيب نقطة مهمة سيد في الدستور الروسي بأن روسيا قابلت هناك سؤال. إذن الآن هناك سؤال يطرح نفسه هنا، ما هي الفائدة الحقيقية التي ستجنيها روسيا من تعليق مشاركتها بهذه المعاهدة؟ يعني اولا اليوم وزاره الخارجيه الروسيه صرحت بان التعليق او تجميد العمل بمعاهده نيو ستارت هي ليست انزلاق لحرب نوويه ولكن هي رساله واضحه للولايات المتحده الامريكيه بان التصعيد الذي تشهده الان روسيا مع الصف الغربي قد يكون له تداعيات خطيره، لان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث بان الناتو طلب من روسيا تفقد الاسلحه المصانع العسكريه الروسيه او مراكز مناطق تواجد مراكز تواجد يعني الصواريخ النوويه والاسلحه الموجوده في روسيا. روسيا رفضت ذلك لان الناتو ايضا لم يسمح للخبراء الروس الدخول لدول الاتحاد الاوروبي ومشاهده المصانع وتفقد الاسلحه الموجوده لدى الناتو. اذا يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى بان الان هذا التوجه الجديد لروسيا هو يعني نوع من الرساله الواضحه للولايات المتحده الامريكيه بان الخطوات الغربيه وخطوات الولايات المتحده الامريكيه التي حذرت روسيا فيها بها سابقا بعدم دعم اوكرانيا بالسلاح وعدم انزلاق الولايات المتحده الامريكيه في اصطدام مباشر مع روسيا يعني سوف يكون له تداعيات، لان الان واضح بان الرئيس الامريكي جو بايدن لم يغير سياساته تجاه اوكرانيا، هو مستمر في دعم اوكرانيا. اذا هذه الخطوه ما هي الا ضغط على الغرب والولايات المتحده؟
نعم بكل تأكيد، لا أعتقد بأن الدولتين النوويتين سوف يذهبون في يعني استهداف أو استعمال السلاح النووي في الوقت الحالي. طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى بأن قد تذهب الولايات المتحدة الأمريكية في تجربة السلاح النووي في وقت ما، وروسيا سوف تكرر نفس السيناريو بما يخص تجربة السلاح النووي إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الخطوة. ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى بأن في الوقت الحالي لا يوجد هناك أي مؤشرات بحدوث حرب نووية أو اصطدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن كل الأطراف يحاولون حسم المعركة في جغرافيا واحدة وهي الجغرافيا الأوكرانية، لا يريد أحد أن تخرج المعركة خارج الجغرافيا الأوكرانية. إذا أردنا هنا الحديث عن الداخل الروسي، كيف تلقف الداخل الروسي والأحزاب السياسية في روسيا هذه الخطوة من قبل الرئيس الروسي؟ يعني أولا يجب أن نفهم بأن هناك الآن نوع من الضغط على الأحزاب السياسية المعارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحتى المنظمات السياسية التي كانت موجودة في روسيا وحتى القنوات الإعلامية المستقلة خرجت خارج الأراضي الروسية. فلا يمكن الحديث بشكل عام في حالة الصراع وفي حالة العملية العسكرية الخاصة عن الوضع الداخلي، ولكن يعني هناك مؤشرات بأن الجزء الأكبر للشعب الروسي وفق مراكز إحصاء كمركز ليفاد، أكثر ما يقارب 80% من المواطنين الروس يدعمون يعني ما يسميه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعملية الخاصة أو توجه الرئيس الروسي في السياسة الخارجية والداخلية. هذا المؤشر مهم لنفهمه. أيضا كما قلت الآن هذا الخطاب الموجه الآن اللي كان اليوم وقبله كان موجه أيضا للداخل الروسي، لأن في شهر سبتمبر من هذا العام هناك انتخابات محلية كان في موسكو وفي مدن أخرى، وبعد في شهر مارس من عام 2024 العام القادم هناك انتخابات رئاسية. يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن ذلك، الأحزاب الموجودة في روسيا تحدثت بأن لن تذهب أو لن ترشح أحد يعني الشخصيات لهذه الانتخابات، فكل الأحزاب التي موجودة الآن في البرلمان الروسي سوف تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذن من الواضح بأن بوتين سوف يترشح في هذه الانتخابات. هناك طبعا مؤشرات أو هناك حديث في الداخل الروسي بأن يمكن أن تترشح شخصيات أخرى تكون في وقت لوقت معين في الرئاسة في السلطة، وهناك مؤشرات تقول بأن بوتين سوف يبقى في السلطة لأنه عدل الدستور عام 2020 وهذا يتيح له للترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، وهو حتى تحدث عن ذلك ويعني واضح من خطابه السياسي بأنه يريد البقاء في السلطة ويريد الحفاظ على التوجه في هذا الإطار. سيد السياسة الروسية سيد ديمتري، يعني بهذا الإطار هل يمكن وضع الخطوة التي أقدم عليها يعني تجميد مشاركة روسيا بهذه المعاهدة، هل يمكن وضعها في إطار لربما الدعاية الانتخابية للرئيس الروسي؟ هي بطبيعة الحال رسالة موجهة كما ذكرت للولايات المتحدة، أما داخليا هل يمكن وضعها في إطار الاستثمار الداخلي للانتخابات؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد موضوع توقيف العمل بما يخص اتفاقية ستارت هو موضوع مهم للداخل الروسي. الموضوع المهم الذي تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الخطوات في دعم العائلات الروسية، الخطوة الجديدة في روسيا للتخلص من ما يسميه يعني الصداقة مع الغرب أو المشكلة في التعاون مع الدول الغربية. نعرف بأن في التسعينات رجال الأعمال كانوا يهربون الأموال من روسيا إلى الدول الأوروبية إلى الدول الغربية ويضعونها في البنوك الأوروبية. بوتين يرى بأن هذا الشيء سبب الكثير من المشاكل، والتعاون مع الدول الأوروبية سبب مشاكل داخلية للاقتصاد الروسي. نعرف أن بعد الانهيار الاتحاد السوفيتي المصانع الروسية بدأت تتحول من يعني أن تكون حكومية إلى أيادي ووصلت إلى أيادي رجال الأعمال وأصبحت يعني خاصة. فهذا الشيء سبب خلل في الاقتصاد الروسي. في التسعينات كان هناك كثير من المشاكل عنها الاقتصاد الروسي، تحول من نظام اقتصادي يعني كان يدعم المواطنين الروس وكان الحكومة تتحكم بالمصانع والشركات وكل الأمور الاقتصادية إلى اقتصاد رأسمالي، وهذا التحول سبب كثير من المشاكل. فلذلك الآن يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يجب أن يكون هناك نظام اقتصادي جديد، يجب عدم الاعتماد على الدول الغربية، يجب عدم أخذ الأموال من الدول الغربية كقرض من الدول الأوروبية، لأن هذا الشيء يسبب يعني يهين روسيا، يهين من مكانة روسيا. يجب روسيا أن تجد أصدقاء لها وتجد
التحالف وتتحالف مع الدول التي يعني الشرق الأوسطية أو الشرقية، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى بأن الآن الطريق الجديد لروسيا هو طريق الشرق كما يدعي بعض بأن يعني. ولكن نعم سيد ديمتري، إذا أتينا لأرض الواقع، هل يعني إلى أي مدى تعد هذه الوعود أو هذه النظرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين واقعية وقابلة للتحقيق، الانفتاح نحو يعني معسكرات جديدة إن صحت تسميتها أو تحسين حتى الاقتصاد الروسي؟ الاقتصاد الروسي وفق تقارير منهك من الحرب على أوكرانيا، كيف سيتحسن كل ذلك؟ يعني بكل تأكيد الحرب أو الصراع بين روسيا وأوكرانيا أثرت على الاقتصاد الروسي، أثرت على الشركات الروسية، أثرت على رجال الأعمال الروسي الذين كانوا يتعاملون مع الشركات الأوروبية. الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية خرجت من الأراضي الروسية، بكل تأكيد هذا أثر على الاقتصاد الروسي. ولكن من الواضح من المؤشرات للاقتصاد الروسي حتى الآن الاقتصاد الروسي صامد في وجه العقوبات، لأن روسيا وجدت بدائل أو وجدت طرق لتخطي العقوبات الغربية على روسيا. روسيا تتعلم الآن من التجربة الإيرانية في تخطي العقوبات، لأن هذا ما تتحدث عن وزارة الخارجية الروسية. روسيا تتعلم من إيران كيف يعني تخطط العقوبات الأمريكية في السابق، وتأخذ الخبرة من إيران كنموذج لتخطي العقوبات. هذا النموذج الإيراني الآن يطبق على روسيا في مجال الاقتصاد، لأن روسيا الآن تأخذ البضائع الأوروبية من دول آسيا الوسطى. دول البضائع الأوروبية حتى الآن موجودة في الأسواق هذه الروسية. هذه النقطة مهمة يعني سيد ديمتري، يعني هل تقصد أن هناك لربما استشاريين إيرانيين واقتصاديين يزودون روسيا بالطرائق التي تهربت منها بالفعل إيران من العقوبات الأمريكية؟ يعني أولا بكل تأكيد كانت هناك كثير من اللقاءات بين مستشارين إيرانيين وسياسيين روس أو يعني ممثلين عن الحكومة الروسية. كانت هناك أيضا يعني لقاء مشترك بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع أو الحرس الثوري الإيراني. هذه اللقاءات حتى الآن موجودة. أيضا الآن هناك زيارة لممثلي وزارة الخارجية الروسية، ممثلي وزارة الخارجية الصينية وممثلي الحزب الحاكم الصيني، حزب الشيوعي الصيني للداخل الروسي. هناك الآن تبادل الخبرات بين روسيا وإيران في كثير من الأمور. يعني واضح بأن حتى في المجال العسكري هناك حتى الآن هناك اتفاقيات أبرمت بين إيران وروسيا في المجال العسكري وحتى مع الصين. ولكن الصين بكل تأكيد هي تحاول الحفاظ على التعاون مع الدول الغربية، لأن الصين يعني خفضت من نسبة إرسال الإلكترونيات إلى روسيا، حتى إرسال الشرائح الإلكترونية. الشرائح الإلكترونية تلعب دورا مهما في المعارك، لأن الشرائح الإلكترونية مهمة للمسيرات، للأسلحة الحربية. وواضح بأن الصين الآن تلعب حتى الآن تحافظ على علاقة مع روسيا، ولكن هي تدعم العقوبات الغربية، لأن جزئيا بدأت تخفيض كما قلت الإلكترونيات، إرسال البضائع الإلكترونية. وهذا الشيء يؤكد بأن الصين سياستها نوعا ما تختلف عن روسيا، لأنها تتحدث عن احترام السيادة الأوكرانية. شكرا. واحترام القوانين الدولية. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجيع، شكرا جزيلا لك.